قضاء حوائجكم واستجابة دعائكم وتقبل أعمالكم وتعجيل الفرج لولي أمركم. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. شوي الصوت بلي رفع الصوت ارفع عليه شوي. وعجل فرجهم يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء يا أبو علي، رسول الحسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة. لقد بايعوه رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاسحة. لقد خذلوه، لقد أوثقوه، وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة. بكتك دمان يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة. فوا حر قلباه من غلة بصدر كنيرانها لافحة. لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت،
طائحة رموك من القصر إذ أوثقوك وويلا فهل سلمت فيك من جارحا وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحا قتلت ولم تبكي كالباكيا أما لك في المصر من نائحة سيدي يا مسلم إن لم يبكك أهل الكوفة إن لك في أرض زرود طفلة تبكيك حينما مسح الحسين على رأس حميدة كأني بها تخاطب الحسين قلبي كسرت يا غريب الغاضري مثل اليتامى تمسح بشفك علي تمسح على راسي ودمع العين سجام جني يتيم الكافي الله منها لحوة ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال خليت عبراتي على صدري جريه أويلي بمسحك على راسي تركت القلب ذايب هذي يا عمي من علامات المصاب قلبي تروع حيث أبويا بسفر غايب طول الغيبة يعودها الله بعجل لي آخ آخ ضمها الصدرة والدمع يجري بالخدود قالها يا بنتي والدك ما ظنتي يعود شهقت وظلت تنتحب وبروح حجو صاحت يا عمي لا تفاول بالمنية سافر عساه يعود ليا بالسلامة واجلس بحجرة وينشرح قلبي بكلام شنه سمعت عن والدي حلوة الجهامة قالها يا بنتي القلب زيتي لهيبة يا ويلي جاني خبر عن حال مسلم يا حزينة يقولون من قصر الإمارة ذابينا وبالحبل بالأسواق جسمه يسحبونا وراس المشكر راح للفاجر هدي يا ويلي جاني خبر عن حال مسلم يا حزين وويلا قولون من قصر الإمارة ذابي وبالحبل بالأسواق جسمه يسحبونا وراس المشكر راح للفاجر هدي الأمر والمرجع لله
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقبول مجلسنا هذا طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم يا كريم. الكلام أيها الأحبة هذه الليلة نتناول فيه مسألة مهمة بدأت تتفشى بين عموم الناس ولا يخلو أفراد أو جماعات إلا وهم مصابون بهذه المسألة، يعني تفتش في المناطق في البيوت في نفوس الناس لا يخلو أي فرد أو جماعة إلا وهم مصابون بهذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ مسألة الجفاف الداخلي التي يقول عنها العلماء أنها إن لم يتداركها نفس الفرد قد تسبب الأذية إليه وإلى جميع الناس من حوله، يعني مضرتها مو بس تنحصر عنده لا بل من وجه عموم، يعني حتى الأفراد الجماعات مصابون يتفشى ويصابون بهذه المسألة، وهي الجفاف الروحي. الجفاف الروحي عرفه العلماء على أنه يعني حالات من الركود والضمور والفشل والكسل الذي يصيب الروح. وراح أطرح مسألتين قوام الكلام على هاتين المسألتين. المسألة الأولى، هل حالة الجفاف الروحي يمكننا نحن الأجسام المادية أن نستشعر بها؟ المسألة الثانية، هل حالة الجفاف الروحي نستشعر أو نحس بها كإحساسنا إلى الجوع والعطش أو إحساسنا إلى الألم؟ الجواب في المثالين الآتيين. المثال الأول، وقوفنا إلى الصلاة بين يدي الله عز وجل، بين يدي الله بين جبار السماوات والأرض، هل نستشعر بحالة الخشوع، خشوع بين يدي الله؟ إذا كان الجواب نعم فنحن نعيش حالة أسموها العلماء حالة الصحوة الروحية، وإذا كان الجواب لا فنحن نعيش حالة الكسل الروحي. والقرآن الكريم تكلم عن المصلين وصنفهم إلى صنفين، الصنف الأول وهم الكسالى، والصنف الثاني الخشع الخاشعين بين يدي الله عز وجل. فقال الله عز وجل وإذا قاموا للصلاة قاموا، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، وهذا الصنف الثاني. والإنسان على نفسه بصير، كل واحد عارف وضعه، كل واحد عارف شلون وضعية هذه النفس، تركيبة النفس إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. منا من يقف بين يدي الله يوقف، لكن لا يتم لا زيد ولا عبيد ولا مشاكل ولا قضايا ولا أموال ولا فلوس إلا وتخطر في باله.
عند حسابات بدل وقوفي بين يدي الله توجهي إلى الله عز وجل، عند حسابات بين فلان فلتان أموال أولاد شي يسوي يجيب لهم اليوم من غدا من عشاء إلى أولاده، في فترة وقوفي بين يدي الله. ومنا من يقف إلى الصلاة بين يدي الله عز وجل وينقرها كما ينقر الغراب الخشب، يطويها طوائلك. هذا المثال الأول. المثال الثاني وهو أخلاقنا مع الناس، أخلاقنا مع الناس، تركيبتنا الداخلية مع الناس مع الجيران شلون. ويندرج تحت هذا المثال عدة مسائل. المسألة الأولى، إذا صافحنا الناس هل تصافحهم أرواحنا؟ يعني أنا أول ما دخلت الماتم أول واحد وقف سلم علي، سلامي إليه، مصافحتي إليه مصافحة من الداخل أو من باب المجاملة؟ زين، إذا ابتسمت في وجه هذا الإنسان ابتسامة من القلب أو لا؟ زين، إذا تكلمت مع هذا الرجل هل كلام بشفافية وانفتاح أو لا؟ إذا كان الجواب نعم فنحن نعيش حالة تسمى بحالة الصحوة الروحية، وإذا كان الجواب لا فنحن نعيش حالة الخمول الروحي. بعد هذه المقدمة ندخل في صلب الكلام. طبعا أيها الأحبة، لكل أمر أسباب أو مسببات، ولا يخلو أمر إلا وله تبعات أو مسببات. يعني مثلا أنا الليلة ليش جاينكم الماتم؟ جاي أقرأ؟ لا، الجواب الصحيح هو تبليغ رسالة الحسين، تبليغ رسالة الحسين ونيل الشرف في ذلك. أنت ليش جاي الماتم؟ طبعا في أسباب في مسببات، ليش أنت جاي الماتم؟ الجواب هو لمواساة فاطمة بنت محمد. زين، طبعا هذه أسباب. زين، ما المسببات أو أسباب حالة الجفاف الروحي؟ يتلك لكل أمر أسباب. زين، ما المسببات لحالة الجفاف الروحي؟ السبب الأول في حالة الجفاف الروحي هو تلوث قلب الإنسان. تلوث هذا القلب، ما المقصود بتلوث القلب؟ هو خلو مساحة الله عز وجل من قلب الإنسان. يعني ما له وجود الله في قلبي، ليس له وجود. تعال وقفني، شكل عليش قاعد تقول كلام خطير، ليس لله عز وجل وجودا في قلبي. متى نعرف أن الله عز وجل ليس له وجود في قلبي؟ القرآن الكريم تكلم عن هذه القلوب التي قد اختل الله عز وجل منها، يعني ما له وجود فيها. وين هالقلوب هذه؟ هذه القلوب التي امتلأت حقد، كراهية، بغض، ضغينة، ضمور، حسد على الناس. هذه القلوب ليس لله وجود فيها. القرآن الكريم ذكر في كتاب الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. زين، هذا سبب من أسباب الجفاف الروحي وهو تلوث قلب الإنسان. سبب ثاني من أسباب الجفاف الروحي هو المعاصي والذنوب، معاصي العباد، ذنوب العباد. هذا سبب ثاني من أسباب المعاصي، من أسباب الجفاف الروحي. يقول صاحب كتاب محاسبة النفس أن المعاصي والذنوب من أخطر أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان، بل ويمتد أثرها من الأفراد إلى الجماعات. زين، الأثر من آثار المعاصي والذنوب هو الانتكاس الروحي. الانتكاس الروحي عرفه العلماء هو وصول الإنسان إلى حالة من الانتعاش الروحي والإقبال العبادي من ثم نكسة روحية. شلون يعني؟ يعني هذا الإنسان وصل لحالة إقبال على الله، انتعاش عبادي، عبادة، توجه، صلاة، صيام، مستحبات، من ثم نكسة روحية. ليش؟ قال العلماء لحاجة في نفس هذا الإنسان،
فإذا نال هذه الحاجة تخلى عن الله عز وجل. إذا حصل حاجة من الله تخلى عن الله، فيصل إلى حالة الانتكاس الروحي. هذا أثر من آثار المعاصي والذنوب. أثر ثاني من آثار المعاصي والذنوب هو الكسل العبادي وعدم اللذة بين يدي الله عز وجل. كسل عبادي، ما في لذة بينه وبين الله عز وجل. القرآن الكريم تكلم عنهم، لماذا يصل إلى حالة الكسل العبادي ولماذا يصل إلى حالة عدم اللذة بين يدي الله عز وجل؟ إيش قال الله عز وجل في كتابه الكريم؟ وإذا قاموا للصلاة قاموا، هؤلاء هم كسل عبادي، بيقعد بيقوم الساعة 6:30 6 يروح الدوام، لكن يقول لي اقعد الساعة 5، لا ثقيلة، وين أقوم؟ ما أقدر أقوم، تخترب نومة تالي. هذا كسل عبادي، عدم اللذة بين يدي الله. يمكن متعود يصلي صلاة الليل، تعود سنة سنتين ثلاث، لكن من دون لذة عبادية ما يتلذذ، يقوم لك يطويها طوائلك في ربع ساعة. أما لذة، خشية، توجه، ما في أبدا. ليش؟ يا ريت تلتفتوني ياي، ليش؟ الأسباب من عدم الأسباب الكسل العبادي وعدم اللذة بين يدي الله عز وجل هو أكل الحرام، أكل الحرام وسويدات قلب الإنسان، وعدم الخشية من الله عز وجل. وهذا المثل الدارج عندنا، الآخرة متأخرة، ما في خشية من الله. هذه مسببات إلى حالة الكسل العبادي وعدم اللذة بين يدي الله. زين، هذا الأثر الثاني من آثار المعاصي والذنوب. الأثر الثالث من آثار المعاصي والذنوب هو قول أمير المؤمنين في دعاء كميل، وهذا يبقى لي التفات أن في روايات واجد. وقبل لا ندخل في هذا الأثر، صلوا على محمد وآل محمد. يقول أمير المؤمنين في دعاء كميل، وكلكم قارين: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. ما المقصود بهتك العصام؟ هو هتك ستر الإنسان، هتك الستر. الروايات تقول الذنوب التي تهتك العصام هو لعب القمار وشرب الخمر. هذه رواية تقول لك من أسباب هتك العصام هو لعب القمار وشرب الخمر وغيرها. لعب القمار، شرب الخمر، خلنا ناخذ أهل العلم ماذا يقولون. الطب الحديث شو يقول عن شرب الخمر؟ يقول أن شرب الخمر مع مرور السنوات ينخر بدن الإنسان. يمكن يشرب سنة سنتين ثلاث، ما وين يحس بالنعشة والارتياح وما أدري شنو يسمونه، لكن مع مرور السنوات يستشعر بنخره في بدنه. هذا أثر من آثار المعاصي والذنوب، هتك العصام. بعد شي يقول أمير المؤمنين؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. على حسب الروايات، الذنوب التي تنزل النقم والذنوب التي تغير النعم هو الزنا والقتل. بعد، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. يجيك ضاج، الله ليش ما يستجيب لي دعائي؟ ليش انا شو مسوي؟ مو قلت لهم توسلوا باهل البيت، اكو توسلت بحق فلان وفلتان، الله مو راضي يستجيب لي دعائي. لاحظ هالقضيه، يدخل رجل على نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا محمد، يعني انتم مخلين اللي بيلعب تليفونات الصراحة عند الباب قاعد يلعب تليفونه، يقول لي: يا نبي الله، يقول لي: صار لي 40 صباح أدعو الله عز وجل، أتوسل بالله عز وجل،
يخاطب عيسى هذا العبد، أدعو الله أتوسل بالله بس ما أشوف الله قضى لي حاجتي، ليش؟ فأوحى الله إلى عيسى: يا عيسى، إن هذا الرجل دعاني ولكن لم يأتني من خلالك، فلم ولن أستجيب له حتى يأتني من خلالك. وهذه القضية تندرج تحت باب التوسل بأهل البيت. يجيك ضاج، الله توسلت بأهل البيت وندور وحالة، الله مو راضي يستجيب لي دعائي، ليش؟ راجع الروايات، الروايات تقول من أسباب عدم استجابة الدعاء هو عقوق الوالدين. وهذا عقوق الوالدين هاي بروحها كلام، نتخلي أسبوع بعد نتكلم فيه ما خلصه. أبرز آثار عقوق الوالدين هو منع الرزق عن الإنسان، بعد وسبب من أسباب عدم استجابة الدعاء هو عقوق الوالدين. يدخل النبي على أحد أصحابه، التفت كلمة أحد أصحابه مو من عامة الناس، يقول يدخل عليه وهو في حالة الاحتضار، قاعد يحتضر بيطلع من الدنيا، يلتفت إليه يقول لي: يا هذا قل لا إله إلا الله. فانقبض لسانه عن الكلام، ما قدر يتكلم. قل لا إله إلا الله، الرواية تقولك أحد أصحاب النبي، يعني مو من عامة المسلمين. والمشكلة في كتبهم الحين أي واحد قاعد يا النبي يومين قالوا هذا من أصحاب النبي، يقول لي قل لا إله إلا الله، فقال لا، فانقبض لسانه عن الكلام. التفت النبي إلى من كان حاضرا في المجلس: ألي هذا الشاب أم؟ عند أم؟ قالوا بلى يا رسول الله. وين أمه؟ يلتفت إلى أمه يقول لها: هل أنت ساخطة علي؟ هل أنت ساخطة عليه؟ تقول الرواية: فقالت بلى يا رسول الله. تقول: 6 سنوات ما كلمته. الرواية تقول: 6 سنوات ما كلمته. يمكن تجيني تشكل علي تقول لي: تعال ملانا، احنا اللي نعرفه ونفهمناه على الدنيا ان عاطفة الام ما تسمح لها ان هي ما تكلم ولدها ليلة واحدة بعد، مو 6 سنوات. عاطفة الامومة هذا الامر انت اخذته من جانب عاطفي، لكن اخذه من جانب عقلي، من جانب عقلي لو سلب الله عاطفة الامومة من قلب هذه الام لاصبح قلبها اقسى من الحجر. شوف الرواية ايش تقول لك، تقول يقول لها النبي: أترضين عنه؟ ترضين عنه؟ ترضي عليه؟ قالت له: أرضى عنه برضاك. إذا ترضى عنه أرضى عنه. شوف قساوة القلب، سلب الله عاطفة الأمومة من قلبها. أرضى عنه برضاك، إذا ترضى عنه أرضى عنه، وإلا فلا أرضى عنه. والقضية طويلة، لو يتسع المقام لسردناها. زين، هذا سبب من أسباب عدم استجابة الدعاء عقوق الوالدين. بعد قطيعة الرحم، قطيعة الرحم، هذا البلد المتدين الملتزم، بلد العلماء، المآتم، الدروس الدينية، فيه قضايا يندى لها الجبين. يوم من الأيام أنا في أحد البيوت ومثل هالقضايا، أنا ما أجيبها إلا بمصدر عشان لا أحد يطالبني بمصدر، لكن هذه أمام عيني في أحد البيوت، وإذا بامرأة تدخل، أول ما دخلت قام لها استقبلها، خدت حضنت حببت، يقول لها: أنتين من؟ قالت: أني خالتك فلانة. يقول: أنا عمري 19 سنة الحين، توني داري عندي خالة 19 سنة توني داري عندي خالة. يعني هذه قضايا موجودة في مجتمعاتنا يندى لها الجبين. بعد هذا سبب من أسباب عدم استجابة الدعاء. سبب آخر من أسباب عدم استجابة الدعاء هو أكل الحرام. أكل الحرام سبب رئيسي في قسوة قلب الإنسان، سبب رئيسي في عصيان الأولاد، سبب رئيسي في عدم استجابة الدعاء. وإحنا عندنا القاعدة الشرعية: كل ما دخل بلاد المسلمين فهو ويش؟ حلال. هذه قاعدة شرعية بعد، ما في، ما نقدر بعد نحرفها أو نغالطها. هذه القاعدة خليناها إحنا علاقة عندنا، وين ما نروح قلنا والله كل ما دخل بلاد المسلمين فهو حلال. أنا ما عندي اعتراض على القاعدة بعد، ما أقدر أخالف الشارع، لكن هذه القاعدة إذا تراجع الرسائل العملية للفقهاء
إليها مواردها، إليها مواضعها. أنا مو على مزاجي أسريها، أنا من اللي أسري وأشير وأحط في الشارع؟ يعني بلد حكومة تضخ ملايين الدنانير لكي تفسد عقل وقلب الإنسان المواطن فيه، ملايين، لحوم محرمة، خمور، لحوم مكفنة، مصايب تدخل، تبي تفسد عن طريق الحق. وتالي يقول والله كل ما دخل بلاد المسلمين فهو حلال. واحد جلي يقول يعني ما ناكل، يعني ما ناكل عجل، أن البلد كلها من فوق لتحت كلها فساد، ما آكل عجل. لا ما قلت ما تأكل، بس ليها موارد تحقق، أنا أتحقق أصرفها في أماكن معينة. يعني تعال طالع أنت من باب اللعب على عقول الناس، يبون يلعبون على عقول الناس، يبون يلعبون على عقول الشباب هذا الجيل. في أحد السوبر ماركتات الكبار علبة لحم خنزير، وش حكمه في الإسلام؟ وش حكمه يا حجي في الإسلام؟ لحم الخنزير زين، عين الأمر محرمة، ورا العلبة كاتب لك ذبح على الطريقة الإسلامية. شفت المصايب؟ لعب على عقول الناس أو لا؟ عين الأمر محرمة، فيها خلل نفس الأمر، والتعالى يقول ذبح على الطريقة الإسلامية. ليه؟ لأن الناس هم الذين أرادوا هذا الأمر، هم الذين جروا الحطب لأنفسهم، هم بغوا هذا الفعل، بغوا الناس تلعب على عقولهم. التجار، الحكومات الظالمة تلعب على عقولهم. ذبح على الطريقة الإسلامية، عين الأمر محرمة، وتحلل وتحرم على مزاجك. لهذا القاعدة الشرعية لها مواردها، وأنا أقلهم في تكلم عن هذه الأمور. زين، هذا سبب ثالث من أسباب عدم استجابة الدعاء. زين، سبب ثالث من أسباب الجفاف الروحي، خب سببين انتهينا منهم بآثارهم، السبب الثالث من أسباب الجفاف الروحي هو الغفلة عن ذكر الله عز وجل. يطلع يشيع جنايز، شباب يفقد عزيز، أخو، أبو، أم، آلاف يشيعون وياه، يشوف مصايب تنزل على هذه الأمة بعيونه، يشوف يخلص من النهاية، يروح يرتكب لك المحرم من النار، يدفن من يهيل التراب من يروح يرتكب لك المحرم من النار. غفل عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. غفلان عن ذكر الله، غفلان عن الله، وقال لك والله الآخرة متاخرة، وأهل البيت ما بيقصرون يانا، والله أرحم الراحمين. هذا حتى ذلك أهل البيت بينشفون علينا كلنا بعد، يمكن ما نعلقهم، وأهل البيت ما بيخلون، وأهل البيت ما هذا. غفل عن ذكر الله، عدم الخشية من الله عز وجل. عمر بن سعد الحسين يقول أنت وش تبي؟ موت بعطيك ملك، مزارع، بيعات، أموال أعطيك. الحسين خير بين الجنة وبين النار. شوف الغفل عن ذكر الله، يقول أأترككم الكري والري منيتي، أما أرجع مأثوما بقتل حسيني. يعرف وين مصير النار، يقتل، يعرف مصير وين، إلى جهنم، وبئس المصير. ولكنه غفل عن الله عز وجل. بعد أمر آخر، الحوراء زينب تقول لهم أي قوم أو ما فيكم مؤمن يواري هذا الجسد؟ ما عندكم واحد يقوم وار هذا الجسد؟ واريتم قتلاكم وابن بنت رسول الله ملقا على بوغاء كربلاء. لاحظ شلون غفلوا عن الله عز وجل. ايش قال الرجس؟ قال لبوا نداء زينب، أنواري جسد الحسين؟ قال لهم لا، بل أحموا عشرة من بنات الأعوجية تطأ ظهر وصدر الحسين. يقول أحد العلماء كسروا جماجم صدر الحسين، طحنوا عظامته ويا لحمه. يقول الإمام الباقر كنا في الخيمة نسمع أضلاع جدي الحسين تتكسر كما تتكسر القوارب. تعرف عمر بن سعد شو يقول لزينب يوم الحادي عشر من المحرم لما دن الناقة منها؟ قال اركبي على الناقة يا أخت الخارجي، يعني أحل دمها. شو ردت عليه؟ سود الله وجهك يا ابن سعد. رواية من الروايات تقول أن القوم
يأتون بقائم الرمح ويضربون الهاشمية والعلوية على رأسها برمحهم، غفل عن ذكر الله. انعمت القلوب، قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. تقول لك رواية ثانية، يأتي الرجل ويضرب ابنة الحسين برجله وهي على الناقة فيلقي بها على الأرض. تفننوا في تعذيب بنات الرسالة. جسد الحسين الجمال الذي سقاه الحسين بيده الماء، بيد عطاء الحسين الماء، يجي يبي يسلب ما يشوفش على الحسين، وإذا به يلتفت إلى خاتم في خنصر الحسين. ايش سوى هذا العين؟ قام يتلفت يمين يسار، الدماء جمدت على ذلك الخاتم، التفت إلى قطعة سيف أخذها وبتر خنصر الحسين. قسوة، جفاف، جفاف فيهم. الحسين يكتب لأهل الكوفة: باعث إليكم أخي وابن عمي والمفضل من أهل بيتي مسلم بن عقيل. شلون عطوا الحسين؟ شلون غفلوا عن الحسين؟ أول يوم يصل مسلم إلى أهل الكوفة يقرأ كتاب الحسين وإذا بدموع التماسيح على خدودهم. تقول الرواية 18,000 بايعوا مسلم في اليوم الأول، 18,000 بايعوه. تمر الأيام والأحداث وإذا بالعدد يتضاعف إلى 25,000. بعث يا ابن رسول الله أقدم إلينا، أقدم إلينا. 25,000 مو قليل العدد الذين بايعوك يا أبا عبد الله. وين هال25,000؟ لما رأى مسلم هذه الأعداد عزم على محاصرة قصر الإمارة. شي يسوي عبد الله بن زياد؟ شي يسوي اللعين؟ أحس بالخوف بالخطر، بعث رجاله أموال شراء النفوس الضمائر الضعيفة، خوفهم. فتأتي الزوجة وتأخذ زوجها، تجي الأم تأخذ ولدها، تأخذ أخوها، وإذا بالحسين يبقى بثلاثمائة نفر. 300 نفر الحسين بقى، عفوا مسلم بقويا 300 نفر. وين 25,000؟ غفل عن ذكر الله عز وجل. يذهب إلى مسجد الكوفة للصلاة، ينفتل من المغرب يلتفت وإذا بهم 30 نفر. من فتل من العشاء وإذا بهم 10,000. سحبون يمين يسار عن مسلم، ما وصل إلى أبواب كندة وإذا بهم يتفرقوا عنه، بقى وحيد فريد لا ناصر ولا منصر. واللي رايح الكوفة الله يودينا وياكم، وشايف شلون أزقة الكوفة، وإحنا نقولها زرانيق الكوفة شلون متداخل على بعض، الضيع اللي ما يدلي يضيع فيها. ومسلم غريب وحيد، تقول بعض الروايات أنه إذا وصل إلى أبواب بيوتات أهل الكوفة أغلقوا الباب في وجهه غربة، فتذكر غربة الحسين، خايف على الحسين. إلى أن وصل إلى باب تلك المرأة المؤمنة طوعا جزاها الله خير الجزاء، امرأة عفيفة شريفة، واقفة تترقب ولد، تبطل تصك في الباب، تبطل تترقب هذا الولد متى يجي، لأن عبيد الله بن زياد حط جائزة إلى من يعثر على مسلم. وإذا به يلتفت إلى تلك المرأة فذهب ووقف عند الباب، راح وقف عند الباب، شافته مرة وحيدة في البيت، التفت إليها أمة الله عطشان، ذهبت مهرولة، جاءت له بقدح الماء، شرب الماء، تناول الماء، تناولت القدح منه، دخلت لدارها على أملنا خلاص يتحرك يروح. ما فتحت الباب وإذا بمسلم جالس على الأرض ودموعه على خده، رأسه بين رجليه، دموعه على خده. التفتت لي قالت: يا عبد الله، ما لوقوفك على باب داري؟ اشتبي واقف عند باب بيتي؟ ما جاوبها: يا عبد الله، أولم نعطيك الماء؟ ما طلبت الماء يعطيناك؟ اذهب إلى أهلك. ما جاوبها.
قالت له: يا عبد الله، أنا امرأة وحيدة ولا أجيز لك البقاء على بابي. صيبة الرجل الفقيه يحرم عليه الوقوف. التفتت له وإذا به يجهش بالبكاء، تقول له: واقف على بابي ودمع العين سايل سايل من السؤال لو عندك وسايل، شوفتك والله من الذي كانوا رسايل، كنك غريب بهالبلد ما عندك أصحاب. قالها: غريب وغربتي دون الغرايب، كم من غريب تغرب وحصل حبايب، والبايع وانا بقيت بهالبلد ابلا قرايب، والبايعوني داسوا البيعة بالتراب. قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت لجناب، جنك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار، روح بعجل لهلك قبل لا يظلم الليل، واقف تفكر والدمع بالخد يسير، ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجيل. قالها: غريب ولا أهل عندي ولا دا. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير عليه، عمي علي ومسلم أنا اللي يذكروا، أمسيت مخذول ببلدكم مالي أنصار. إلى أن قتل مسلم وجاء ودخل ركب الحسين إلى أرض الكوفة، أدخلوهم في تلك الخربة وإذا بطوعة تدخل وعلى رأسها جفن من الخبز. التفتت إليها زينب: أمة الله، أتتشمتي على بنات الرسالة؟ قالت: لا سيدتي، أنا طوعة التي آوت مسلم، أنا طوعة التي آوت مسلم ابن عقيل. وإذا بحميدة من زاوية من زوايا الخريبة تأتي مهرولة: سيدتي طوعة، كيف حال أبي مسلم؟ من أنت؟ قالت: أنا يتيمة مسلم، أنا اللي مسح الحسين على رأسها وقال: بني أنا أبوك الحسين وسكينة أختك، أين الحسين وأين مسلم؟ قالت: بني بعيني هاتين رأيت مسلم وهانئ يجران في الأسواق. صرخت: وأبتا ومسلما وحسينا. صاحت: يا عم يا عم، والله والله هضيمة. أنا صير من الزغري يتيمة، وويلها ثار الأبو يا ناس خيمة،
يفي على عيال عياله وحري بارك الله. يقول لها بني أما أبوك مسلم بعد أن رموا بجسده من على قصر الإمارة وداروا بجسده وهانئ في الأسواق، لكن بني بني ما زال أبوك مسلم معزز مكرم، لكن أسألكم سؤال يا مؤمن، ما حال جسد الحسين؟ ما قصروا يا مسلم، جروا بالأسواق فصلوا رأسه عن جسده، لكن أسألكم هل صنعوا مع مسلم ما صنعوه مع جسد الحسين؟ رضوه ببنات الأعوجية وتركوه 3 أيام على بوغاء كربلاء. أبيات الدعاء وأسألك الدعاء، وهذه الأبيات نوصلها إلى البقيع نواسي الزهرة، من غسل ومن حفر قبرا ومن جاب كافورا وسدرا تقعدي إلى ولادش يا زهرة، وشوف الشمر جاثم فوق وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ يا الله تقبل الأعمال، اللهم صل على محمد وآل محمد، فك كل أسير رد كل غريب داوي كل جريح، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، من أرادنا بسوء فأرد، من كادنا فكد، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم انتقم لنا ممن قتل شبابنا، اللهم فرج عن معتقلينا، اللهم داوي كل جريح، اللهم وفقنا وإياكم لخدمة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين، ولا جعله الله آخر العهد منا يا كريم. اللهم وأوصل ثواب مجلسنا هذا إلى روح المرحومة السيدة نعمة السيد خليل وابنها السيد خليل، لروحها وأرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان، العلماء الشهداء